أهلا بكم. شهر 4 الماضي كانت قمة الفوضى في الصومال وتحديدا في العاصمة مقديشو، حيثما انتشرت جميع الجماعات المسلحة في شوارع العاصمة، لدرجة بحسب وصف داوتشفيلي الألمانية أنه الشرطة كانت فريندلي، كانوا ودودين مش عايزين يزعلوا حد. وبالتالي كنت بتجد المسلح الفرد الميليشيات بيمشي في المكان الموجود فيه دوريات الشرطة بدون أي رد فعل من الشرطة، ولدرجة انه الجيش نفسه عاد للسكنات في هذا الوقت. ده وقت كان فيه اضطراب شديد في الصومال. الوقت ده على فكرة مرت بيه مصر جزئيا في قطاع معين من حدودها الجغرافية او اقليم معين، هو اقليم سيناء في سنة 2013. المنظر كان بيبدو دوريات للجيش المصري في شوارع بعض المدن في شمال سيناء زي الشيخ زويد، وكان في الوقت ده نفسه بتجد عربيات المسلحين بتنتشر في الشوارع وبتمشي في جوار يعني دوريات الجيش والشرطة في شمال سيناء. ولكن رجعت او الحمد لله عادت مصر لوضع جيد، ولما تبص على صورة شمال سيناء الان واستقرارها الان وتفرق بينه وبين 2013 و2012 وربما 2011، تعرف انه انت كنت داخل على صومال جديدة. الصومال النهاردة بيحصل فيها اصعب من ده، والحمد لله انه في 27 مايو الماضي اتعمل اتفاق كويس جدا في الصومال بين الائتلافات المختلفة بعد الاعلان الكارثي لرئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو على انه يمد حكمه لمدة سنتين بعد فشل الاطراف المعنية في عمل انتخابات برلمانية داخل الصومال نهاية 2020 وبداية 2021. ولكن الوضع وصل لحالة من الاستقرار في شهر مايو الماضي بعد اعلان الاتفاق على انه لن يمد مدته سنتين، وكمان هيتعمل انتخابات في نوفمبر القادم. ولكن اللي بقوله لك ده جات له ضربة قاضية، وهو عملية اختفاء اقران تهليل فرح. ومين اقران تهليل فرح؟ هي عميلة المخابرات الصومالية اللي ظلت تعمل في المخابرات لمدة زمنية غير قليلة، عندها 24 سنة، اختفت وجدت مقتولة، واتهمت حركة الشباب من قبل المخابرات الصومالية بانها السبب في ده. انكرت حركة الشباب العملية. الموضوع تصاعد ووصل لانه رئيس الوزراء الصومالي بنفسه اصدر امر باعفاء مدير المخابرات العامة الصومالية فهد ياسين من منصبه. رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي طلب تقرير من مدير المخابرات العامة الصومالية فهد ياسين يوم السبت الماضي حول عملية مقتل عميلة المخابرات العامة الصومالية. الحنو قال له امامك 48 ساعة تجيب لي تقرير حول ظروف وملابسات هذا الموضوع. الرد لم يوجد رد امام رئيس الوزراء الصومالي، ما تلقاش رد من مدير المخابرات العامة الصومالية، وبالتالي قال له امامك اصدر قرار اقالته. قال له امامك 3 ايام تغادر فيها مكتبك. طبعا اشتعلت الامور في الصومال لانه قوبل هذا باعتراض من الرئيس الصومالي فرماجو اللي قال فيها انه ده غير قانوني وغير دستوري. اضطربت الاوضاع بشكل كبير بين الاروقة السياسية، لانه نفس اتهامات محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالي اتهم فهد ياسين مدير المخابرات العامة الصومالية بانه مقصر في اداء مهامه وانه بيخلط السياسة بالامن. وهنا اتهام ضمني بانه المخابرات العامة الصومالية هي السبب في اختفاء اقران تهليل اللي بتشتغل مع المخابرات او جهاز المخابرات الصومالي. الحن الغريب انه حركة الشباب الصومالية نفت ان يكون لها علاقة بهذا الموضوع. الاغرب من ده انه مامة اقران نفسها نفت علاقة حركة الشباب بهذه التهمة، وقالت انه الموضوع جوه جهاز المخابرات الصومالي. يعني بوضوح كده انت امام اتهام موجه للمخابرات الصومالية بانها ان ما كانتش ارتكبت هذه التهمة فانها عندها المعلومة من هو وراء هذه التهمة، وانه فكرة حركة الشباب نفسها فكرة غير مقبولة من أسرة إقران تهليل، لأنه مامتها بتقول إنها بلغتها في آخر تواصل بينهم إنها لدى جهاز العمل أو هي في الجهة اللي بتعمل لديها وهي جهاز المخابرات العامة الصومالية، وإنه آخر لقاء جمعهم أو آخر مرة شافتها فيها كان يوم 26 يونيو الماضي الساعة 8 مساء. الوضع ده عمل مشكلة كبيرة جدا داخل الصومال، واستدعى إنه المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص بالامم المتحده حثوا الاطراف داخل الصومال على الالتزام وانه يكون في توافق حول الفتره القادمه اللي المفروض ان يكون فيها انتخابات في نوفمبر القادم. وده بيضع الامور على محك شديد في الصومال. الصومال دوله زي ما حضراتكم عارفين
فيها اضطرابات شديده، وانه هناك يعني بتعتبر كده ان بعض الولايات الصوماليه عندهم حوالي 5 ولايات صوماليه هي ولايات شبه مستقله، عدم سيطره من الحكومه على اروقه ومفاصل الدوله. فبتيجي الولايات دي بتعلن انها بتعمل قرارات ربما تختلف مع قرارات الحكومه المركزيه في الصومال، بالاضافه لاختلاف جذري بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الصومالي بعد هذا الحادث. ولكن الامور كانت استقرت بعد اتفاق 27 مايو الماضي، واللي فيه الرئيس الصومالي اعلن انه بيعطي سلطات اداره الانتخابات لرئيس الوزراء الصومالي، اللي فيها بيتم تحديد الانتخابات خلال شهر نوفمبر القادم، عشان الصومال كانت وصلت لدرجه وضع شديد ورهيب، لدرجه انه كانت الجماعات المسلحه زي ما بقول لك في كل مكان في الشوارع، ومعها كانت الصومال في وضع سيء للغايه. النهارده بتيجي هذه المسألة بتعمل اضطراب داخل الصومال. هنا الظروف والملابسات الخاصة باختفاء إكران مجهولة وغير معلومة، يعني انت بتكلم في شهرين اختفاء ثم اعلان عن مقتل إكران. طب الشهرين دول حصل فيهم ايه؟ مفيش اي معلومة مطروحة. طب التقرير اللي عرضه مدير المخابرات العامة الصومالية مفيش اي معلومات واضحة، بانه حتى اتهموا رئيس الوزراء الصومالي بانه راجل ما عندوش يعني عدم اتقان في اداء مهامه، لانه الموضوع ده مخول بيه وهو صاحب السلطة. حتى الان بقى وانا بتكلم لازال الراجل ده المفروض انه موجود في منصبه، وانه الرئيس الصومالي بيدعمه ضد رئيس الوزراء الصومالي. فهنا الرئيس عايز مسؤول في جهاز المخابرات، ورئيس الوزراء عايز مسؤول اخر في جهاز المخابرات. طب الجبهات المعارضة وجماعات المسلحة ربما عايزين مين؟ الحقيقة انه جبهات المعارضة كلها بتقف في جانب رئيس الوزراء الصومالي ضد الرئيس الصومالي، وضد قرار انه يظل فهد ياسين مدير المخابرات العامة الصومالية في منصبه، وده بيهدد انه الجماعات دي تنزل الشارع تاني، لان المعارضة هناك بتكون في الاغلب معارضة مسلحة، ان لم تكن معارضة غير مسلحة فهناك بالتأكيد معارضات مسلحة مختلفة. فالمعارضات دي هتنزل الشارع تاني وتعمل اضطراب تاني وقلقلة وتوتر داخل الاراضي الصومالية، وده هيرجع الصومال 20 سنة لورا. خد بالك الصومال كدولة مهمة بالنسبة لك كمصر وبالنسبة لدول كتيرة في المنطقة. الصومال دولة عدم استقرارها تسبب في تدخل قوى غربية، او خلينا نقول قوى اقليمية زي الجانب التركي، بوجود قواعد عسكرية تركية وفكرة انه يبحث عن اكتشافات لثروات نفطية في البحر الاحمر مقابل لسواحل الصومال او المحيط الهندي. فالفكرة دي نفسها فكرة عدم استقرار الصومال هو شيء سلبي جدا على المنطقة، وهو شيء غير ايجابي، لانه خلال الفترة الماضية كانت بتحاول الصومال انها تقرب علاقاتها مع الجانب المصري، وانه نفسه محمد حسين روبلي كان موجود في القاهرة الشهر الماضي والتقى برئيس الوزراء المصري، وحاول بحث عن اطر دعم مصري للصومال وعودة الاتفاقات السابقة اللي كانت معلقة بسبب بعض الاختلافات بين مصر والصومال والبعثات التعليمية المصرية اللي كان دورها انتهى وتم الغائه في الصومال على خلفية وقوف مصر او اقامة مصر لحوالي 6 مدارس في منطقة صومالي لاند المجاورة للصومال. الحقيقة الصومال زي ما بقول لك وضعها صعب جدا، الله يكون في عون الصوماليين على هذا الوضع اللي فيه كذا رئيس للمركب الواحدة اللي هي الدولة الصومالية، ولكن رئيس الدولة خول لرئيس الوزراء القيام بمهام ترتيب اعادة اوراق الانتخابات سواء البرلمانية او الانتخابات الرئاسية خلال الفترة القادمة. فبنتمنى ربنا يحفظ الصومال دايما وجميع الشعوب العربية، وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.